بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما زلنا في رحاب الانبياء فهم صابيح الحياه وهم طوق النجاه وهم صفوه خلق الله وعباده والان موعدنا مع قصه يوسف الصديق احد اهم القصص كما ذكر في القران الكريم قلوب قصه الصبر والمحن والابتلاءات المذهله هذا هو نبي الله يعقوب، وقد مسه الكبر، وظهرت عليه أعراض الشيخوخة، وفقد بصره حزنًا على ولده يوسف الذي فقده، ولم يعلم عنه أي شيء حتى الآن، وهو ما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وهؤلاء هم اخوه يوسف اتذكرونهم هم الذين القوا الشيطان. يوسف في غياهب الجب ولم يرحموا طفولته البريئه لقد فقدتم كل شيء ولم تحصدوا غير الندم والخزي سبحان الله ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم ربي هذا تذكير بسيط بما كنا نرويه في الجزء الاول من قصه يوسف الصديق فاين يوسف الان واين زوجه العزيز الان ومن يحكم مصر الان هيا لنرى ذلك مستعينين بقوه الله وحوله ظل يوسف الصديق يدعو الى الله الواحد الاحد الى توحيده وترك الشرك وعباده الاصنام وقد استطاع ان يوصل دعوته داخل هذا النطاق الضيق في السجن مما ادى الى انزعاج قائد السجن وحراسه الحمد لله على نعمه التوحيد لا اعرف ماذا كان سيجري بحياتي ان لم اقابلك يا يوسف الحمد لله اللهم اني اسالك الهدى والتقى ماذا لو اذاع يوسف دعوته الى التوحيد بين الناس اعتقد ان حالهم سينصلح دائما ما يحاول الباطل ان يخفي الحقيقه لبعض الوقت ولكنه لن يستطيع ذلك كل الوقت هيا بنا هيا لنصلي منذ ان اسلمت لرب العالمين وانا لا اخشى اي شيء حتى الموت نفسه علينا ان نقف مع يوسف كي نساعده في توصيل دعوته مهما كلفنا ذلك اثق ان الله لن يترك يوسف لن يتركه ان شاء الله ان يوسف منذ ان جاء الى السجن لم يزعج احدا ولم يتشاجر ولم يتلفظ بما يسيء لاحد فمن اين جاء بهذه الاخلاق الكريمه سيدي القائد لقد زاد الامر عن حده مع يوسف اعلم ان الناس تستجيب لدعوته هل سنصمت على هذا هل سنصمت حتى يتحول السجن الى معبد يا سيدي القائد ليس لنا اي سلطان على قلوب الناس يا اخنابين علينا فقط ان نحافظ على قوانين السجن ونظامه سمعا وطاعه ايها القائد ولماذا انت منزعج هكذا يا ولدي الملك هذه الرؤى التي رايتها يا امي كاد ان يشيب راسي منها فماذا رايت يا ولدي قص علي رؤياك سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف هذه الرؤى الغريبة لا أدري ولا أعلم أي تفسير لها. يا زخار، يا زخار، سمعاً وطاعة يا مولاي، أريد كل مفسر الرؤى في هذه البلاد. متى جرى يا مولاي الملك؟ نفذ ما أقوله لك دون جدل يا زخار، سمعاً وطاعة يا مولاي. ماذا بك يا ولدي لم ارك بهذه الحاله السيئه طوال عمري ماذا بك اشعر ان هناك امرا جللا في انتظارنا يا امي هذه الايام القادمه ربما تكون عصيبه يا ولدي انت في بدايه حكمك للبلاد والحكم يحتاج الى الحكمه فاصبر اصبر قليلا يا ولدي اصبر على ماذا يا امي انا لا تفارق عيني هذه الرؤيه سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف سبع بقرات سمان اسمع يا ولدي سياتيك المفسرون بما تريد فلا تتعجل هيا هيا يا ولدي الملك هيا بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون من يشتري مني هذه الاواني الجميله من يشتري مني هذه الاواني هيا اقترب هيا هيا يا روح بكم هذه الجره انها ليست للبيع ايها الغريب ربما اصبح الغريب اقرب اليك من القريب ابتعد عني يا زاهد فانا لا اصلح للزواج مره اخرى عليك ان تنسي ما حدث لزوجك فربما القادم افضل لن يكون هناك افضل في هذه الحياه ابتعد عني ودعني لعملي هيا هيا يا زاهد قلت لك انه وقت عملها ولا داعي لهذا الان كما تحبين يا روح ولكن رغبتي في الزواج منك لن تنقطع ابدا هيا هيا من يشتري مني هذه الاواني اسعارها رخيصه ومنافعها كثيره هيا اقتربوا هيا اقتربوا لم أكن أعرف أن الحمل إلى هذه الدرجة صعب وثقيل. استريحي يا زوجتي الجميلة، يا أم ولدي القادم. أنا في غاية الإرهاق يا بناروث. لقد هانت الأمور يا حوراء. ترى: أولد هو أم بنت؟ ماذا تريد أنت يا زوجي الحبيب؟ أريد بنتا مثلك يا جميلتي. أريده ولدا يشبه لا تتحدثي كثيراً يا حبيبتي، فقط استريحي. يا ليت كل الرجال في رقتك وعذوبة كلامك يا بيناروث. لا أدري ما الذي يجري في قصر الملك. ما الذي يجري في القصر يا بيناروث؟ الملك يوحاروب رجل عنيد، ولديه أفكار جديدة قد تزيد الحياة توتراً. احضروا لنا كل من له علاقه بتفسير الرؤى على وجه الارض هيا 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 معنا الملك يريدك مولاتي الملكة، هل أنت بخير؟ ومن أين سيأتي الخير يا ياشورة؟ وأنا لا أطيق الحياة بدون يوسف. ياه، لقد مرت السنون وما زال يوسف في أعماق وجدانك. إن احتلال القلب أكثر قسوة من احتلال الأرض والبلدان. إلى هذهِ الدَّرجةِ وصلَ حُبُّ يوسفَ إلى قلبِكِ يا مولاتي. آه، وأكثرَ مما تتخيَّلين. يوسف. يوسف.